بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة المائدة يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. وهنا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى كما علمنا مرات الإنصاف، وينسب الصفات القبيحة لبعض القوم وليس لكلهم، مرة بعد أخرى بعد ثالثة بعد عاشرة يؤكد لنا أنه من وليس كل. ومن الذين هادوا، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يعلم المؤمنين والمسلمين إلا الإنصاف، وأنه لم يكن عدوا لدين أرسله ولا لأتقياء هذا الدين من الذين قاموا بحرمات الله وطاعته وآمنوا برسله ووقفوا عند حدوده، بل إن هؤلاء لهم التقدير ولهم الاحترام، ولكن بعض هؤلاء خالفوا أشركوا بالله وعصوا ربهم وأفسدوا في الأرض وبغوا وطغوا. ولذلك فنحن لا نكره اليهودي لأنه يهودي، ولا نكره أحدا من النصارى لأنه نصراني، بل نكره صفات نهى الله عنها. فإذا لم يكن الإنسان كذلك، بل كان صادقا وكان مصلحا وكان قواما بأمر الله سبحانه وتعالى، فهنا تكون علاقتنا معه مختلفة عن هذا الذي يفسد في الأرض وهذا الذي يطغى ويبغي على خلق الله. ومن الذين هادوا، بعضهم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، من هؤلاء ومن هؤلاء؟ سماعون للكذب من قوم أتوك فهم منكم، وسماعون للكذب من قوم آخرين لم يأتوك. إذن فهنا نوع حذف اكتفاء بما يذكر في الجملة المقابلة: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. يعني فك العبارة: سماعون للكذب من قوم منكم أتوك، سماعون للكذب، الكذب مش موجودة في السمع الثاني لكنها موجودة في السمع الأول، لقوم آخرين لم يأتوك. إذن حذف من الجملة الأولى ما يستدل عليه من الجملة الثانية، وحذف من الجملة الثانية ما يستدل عليه من الجملة الأولى، وهذا يسمى في البلاغة التي تعلمناها من القرآن الاحتباك. نادر تلاقي في الكتب الكلمة دي، يقول عليها ايه؟ الاحتباك. فالاحتباك هو أن تكون هناك جملتان نحذف من الأولى ما يستدل بشأنها من الجملة الثانية، ونحذف من الثانية
ما يستدل عليه من الجملة الأولى. هذه تعريف الاحتباك، وده غاية في البلاغة، يعني حاجة بليغة قوي الاحتباك، وهو نادر، محدش يعرف يعمله كويس قوي يعني كده، ولذلك لا تجده في كثير من كتب البلاغة الاحتباك ده. لما يعني تقرأ كتب بلاغة كتير قوي أمي صدفك كلمة الاحتباك، تقول الله دي كلمة ما شفناهاش قبل كده، كانت فين دي؟ أيوة، ما هي أصلها نادرة، نادرة. فشوف إزاي، سمعونا للكذب، وما قالش منين؟ من الداخل. سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، سمعون منهم ايه؟ الصدق، الكذب برضو الكذب من الخارج. يبقى هؤلاء الناس يقيمون تصوراتهم وعقولهم وعقائدهم وتصرفاتهم على أكاذيب من الداخل ومن الخارج. يقول لك الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية، جايبين الكلام منين؟ اهو القرآن بيقول في جبهة داخلية، زعزعة الجبهة الداخلية مطلوبة للعدو، العدو عايز يزعزعنا من الداخل، والزعزعة دي تكون عن طريق ايه؟ عن طريق الإشاعات، عن طريق الأكاذيب، عن طريق تفتيت الأمة، عن طريق أن نشتغل بعضنا مع بعض، يقاتل بعضنا بعضا عشان نصفي بعض. والجبهة الخارجية تتأتى عن طريق العدوان، يعتدي علي ويلخمني ما يخلينيش أعرف ابني أبدا، كل ما يشوفني هلم روحي يا عيني يضرب. الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية، الكلام ده من كتر ما قلناه فبعضنا زهق منه، الجبهة الداخلية خلينا نتكلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، اللي هي الإشاعات، أخرجه مسلم في مقدمة صحيح، وهو يؤسس لمنهج التوثيق عند المسلمين، وأن المسلم لا يتفوه ولا يقول إلا عن مشاهدة ويقين، أرأيت الشمس فعلى مثلها فاشهد، أدي المسلم. إنما أن نحدث بكل ما سمعنا من غير تثبت، يبقى هذا لم يعلمنا إياه رسول الله، بل نهانا عنه، بل وصفه بأنه كذب. وعندما وصف المؤمن وقال له أبو ذر أيكذب المؤمن؟ قال لا. والسؤالين اللي قبل أيزني المؤمن؟ قال نعم. أي شهوة ودفعته إلى المعصية. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أهي حاجة دفعته إلى أن يقع في هذه المصيبة وهي السرقة والفاحشة، هذه السرقة فاحشة. أيكذب المؤمن؟ قال لا، ما يكذبش. شوف الشفافية، شوف الصدق، شوف النور بتاع القلب. أيكذب المؤمن؟ قال لا. ولما أتاه أحدهم وقال يا رسول الله أريد أن أسلم، يريد أن يدخل في الإسلام، لكنني لا أقدر أن أترك الزنا، قال أسلم أدخل في الإسلام وعاهدني ألا تكذب، بس ما تكذبش. فكان كلما يهم بالوقوع في المعصية
يقول فإذا سألني رسول الله لا أكذب عليه حتى ترك الزنا وخلص الله جسده منه. ما هو إدمان عامل زي الإدمان كده، فربنا خلصه بليه؟ بالصدق، والصدق منجاة. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، من الداخل سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، من الخارج، فآخرين لم يأتوك دي الجبهة الخارجية، يحرفون الكلمة من بعد مواضع. هنا هناك صدق كامل وهناك كذب كامل، صدق كامل وكذب كامل. الصدق الكامل يحكي الواقع بوضوح، الكذب الكامل ملوش رجليه هيكشف. الكذب الكامل فورا تكشفه، ولكن هناك نوع من أنواع التلبيس والتدليس يخلط فيه المفتري الحق بالباطل والصدق بالكاذب والوقائع الصحيحة بالوقائع المختلطة. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ هذا هو السؤال. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.